السلام عليكم مشاهدينا الكرام. نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، هذه عناوينها: حالة وفاة بفيروس كورونا في سوسة والحامة، وازدياد حالات الشفاء بجابس، وتوجه نحو توسيع طاقة استيعاب المستشفى العسكري الميداني بالجهة. خدمات مصلحة ما بعد البيع في المحلات التجارية محل تشكيات المستهلك، ودعوة لتفعيل هذه الخدمات وتجويدها. إقبال ضعيف للأمنيين والعسكريين على مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية وسط إجراءات التوقي من كورونا، وغدا المدنيون يدلون بأصواتهم. أهلا بكم. البداية بتطورات الوضع الوبائي في جابس، التي سجلت اليوم حالة وفاة 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتشهد الجهة تراجعا في عدد الإصابات وتطورا في حالات الشفاء في صفوف الحاملين لهذا الفيروس بفضل تعاضد المجهودات الصحية العمومية والعسكرية. حالة وفاة جديدة تسجلها منطقة الحامة لمصاب بفيروس كورونا مقيم بالمستشفى العسكري بجابس، ليصبح بذلك العدد الجملي لوفيات كوفيد 19 بالجهة 9 وفيات، أغلبهم أصيل منطقة الحامة. كما سجلت الجهة في آخر إحصائيات الوضع الوبائي 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا من 173 عينة تم رفعها أمس. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ولاية جابس حالات شفاء جديدة في صفوف مصابي كورونا، حيث بلغ العدد الجملي للأشخاص المتعافين من الفيروس 40 شخصا. الوضع ما زال تحت السيطرة. الحاجة الباهية اللي قاعد العدد متاع الإصابات قاعد ينقص. الأكثر الإصابات هي إصابات اللي معناها تلقاهم ما عندهم حتى شيء، يتسمى بورتور سان، معناها سليم ولا تلقى عنده شوية أعراض ما يخوفوش. تطور في الوضع الوبائي في جابس جاء نتيجة تعاضد مجهودات الصحة العمومية بالصحة العسكرية منذ تفشي الوباء في منطقة الحامة، منها مجهودات المستشفى العسكري الميداني الذي تم تركيزه في 17 من أوت الجاري. منذ تفتح المستشفى هذايا قمنا بما يقارب 2370 عيادة في عديد الاختصاصات اللي مرتبطه بالكوفيد، كسواء عيادات الامراض الجهاز التنفسي ولا الامراض الجرثوميه ولا الاستعجالي ولا الانعاش. وعندنا طبيب من الانعاش يخدم معنا لهنا، كان عندنا حالات وهو بيدو ينسق معاهم للاخذ بالذمه للمرضى اللي يستحقوا انعاش في المستشفى المحلي. بالنسبه للعينات قمنا بين المدنيين والتحاليل اللي قمنا بهم في المستشفى الميداني 2200 تحليل، منهم 780 قمنا بهم في المستشفى الميداني للمدنيين وللعسكريين في نفس الوقت. مجهودات صحية عسكرية ميدانية عززت مساعي المستشفى العسكري القار بولاية جابس في مواجهة الوباء. كبرنا في اليونيتي متاعنا، وليت بالشكل هذايا ترفع تو 6 أسرة متاع عناية مركزة اللي اكستنسيبل نجم نزيدوهم، وفما 12 فرش بالأكسجين، مع بالطبيعة واحدة ما قبل الكوفيد بالنسبة للمرضى اللي مشتبه فيهم. وتوقيا من مزيد انتشار الوباء، عبر الدكتور شهاب الدين الرمضاني ممثل المستشفى العسكري بجابس عن استعدادهم لتوسيع وحدة كوفيد 19 بالمستشفى عبر إضافة 20 سريرا للتنفس الاصطناعي بالعناية المركزة و6 أسرة بغرفة الإنعاش. وقد ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بولاية سوسة اليوم إلى 3 حالات منذ تاريخ فتح الحدود في 27 من جوان الماضي، وحالة الوفاة الأخيرة تعود لمسنة تبلغ من العمر 85 عاما. كما سجلت ولاية سيدي بوزيد اليوم 10 إصابات محلية جديدة بالفيروس في معتمدية السبالة، ليرتفع العدد الجملي للمصابين في الولاية إلى 41 حالة. أما في الناظور من ولاية زغوان فقد تم تسجيل إصابة ثانية بالفيروس إثر إجراء تحاليل مخبرية لست حالات من جملة المخالطين للحالة الأولى المصابة، في انتظار صدور نتائج بقية التحاليل وعددها 5. نتحدث الآن عن مصلحة ما بعد البيع التي تعنى خاصة بصيانة المنتجات الكهربائية والإلكترونية وغيرها بعد الشراء، ففيما يؤكد التجار على أهمية هذه المصلحة
تكثر تشكيات المواطنين، في التحقيق التالي نسلط الضوء على خدمة هذه المصلحة. قد يتطلب شراء بعض السلع على غرار الآلات الكهرومنزلية والهواتف والحواسيب وغيرها صيانة ومتابعة من قبل التاجر بعد بيعها، ما يعرف بمصلحة ما بعد البيع. فما هي هذه المصلحة وما مدى أهميتها بالنسبة للحريف والتاجر على حد سواء؟ يوقع منها عطب، الحريف يتصل بالمؤسسة اللي شرى منها، والمؤسسة هذه تعمل له معناها تدخل ما بين المستهلك وما بين معناها التاجر، ما بين المصنع. فهمني ولا؟ هذا إذا كان في صورة ما كان معناها العطب معناها تقني. التاجر هو يحافظ على سمعته. فهمني ولا؟ يأمن معناها حق المستهلك في الضمان اللي موجود. وأمامتها معناها ما يغرش معناها زادة كيف بالمؤسسة الصناعية. بالجارانتي نتاعها فما النيميرو فير واحدة يجيوها جماعة الدار ولا نزلوا احنا للدار. فما حالة مثل يبدأوا القطايع نتاعها تبدأ موجودة فما تبدأ ساعة تتعطل شوية، أما الحكي الكل نتاع نهارين ثلاثة. ورغم ما أكده التجار من نجاعة خدمة ما بعد البيع وما ينص عليه قانون وزارة التجارة المتعلق بحماية المستهلك والذي يلزم المزودة بتوفير خدمة ما بعد البيع والقيام بالإصلاحات اللازمة، فإن جل المواطنين الذين استجوبناهم أكدوا عكس ذلك. كان ضربت له حاجة ولا تكسرت يصلح على حسابه ويطيش. هذه مصلحة بعد البيع تقعد تجري في جلودهم حتى بالجارانتي نتاعك. دونك احنا مانيش متقدمين للدرجه اللي باش يتكلموا يجيك بالوقت. مرتين ثلاثه اربعه من بعد باش يجيوك، وفي الجارانتي ما يستعرفولكش، يقول لك راهو جارانتي فهمتني او ست شهور ولا عام، ومن بعد كي تمشي له كي تصير فيها حكايه الفريجيدير ولا غاز اي حاجه الكترونيك اللي شريتها من ما يستعرفوش بيك. يجيو الجمله مش انت تهز الجارانتي نتاعك وتمشي السوسيتي فهمتني ويقول لك ليه البان هذاك مش داخل في الجارانتي. منظمة الدفاع عن المستهلك أكدت وجود عديد الإخلالات فيما يعرف بمصلحة ما بعد البيع، ودعت المواطنين إلى الالتحاق بالمنظمة وتقديم شكوى في الغرض في صورة وجود إشكال في هذا الموضوع. اليوم لازم مراجعة السيرتيفيكا دو غارونتي، فما عديد التجار اللي هما قاعدين يستغلوا في العملية هذه نتاع السيرتيفيكا دو غارونتي. نحاولوا كيف زاد باش نوعيوا المستهلك هذايا باش يطالب بالسيرتيفيكا دو غارونتي نتاعو ويستحفظ عليها، على خاطر رينا معناتها هاي التلاعبات الكبيرة اللي قاعدة تصير كما قلت لك، يخبي ما تضيع له الوريقة هذيك، كي يرجع باش يصلح ولا فما عنده خلل في الحكاية هذيك يقول له ما لقيتش الورقة، يقول له لا ما استعرفش بيك. والآخر كما قلت لك يجي للمنظمة لهنا يتشكى يقول لك هاو شنو اللي صار لي باش ندخلوا نحن ونحاولوا كيفاش باش نحلوا كل الإشكال هذاك. ويذكر أنه بمقتضى قرار وزير التجارة بتاريخ 17 من ديسمبر من سنة 98 900 ألف تم إقرار إجبارية الضمان التعاقدي للآلات الإلكترومنزلية، ويضبط هذا العقد حقوق وواجبات المستهلك والمزودين، وفي حالة وجود صعوبات في تطبيق عقد ضمان يمكن للمستهلك التوصل إلى حل بالتراضي، وذلك إما عن طريق منظمة الدفاع عن المستهلك أو عن طريق مصالح وزارة التجارة. في القصرين إشكالات جديدة وأخرى تراكمت مع مرور السنوات تعيشها الشركة الجهوية للسكك الحديدية بالجهة، سكك وعربات تآكلت بسبب سوء التصرف وبناية آلت للسقوط بسبب الإهمال، فضلا عن جملة من الانتهاكات للملك العمومي رصدتها كاميرا الأخبار في هذا النقل نتابع. يقلب أثار مؤسسة عمومية عمل بها لأكثر من 25 سنة، كان يشرف على حركة قطارات نقل البضائع التي تقوم بمعدل 3 رحلات يوميا، واليوم لم يبق من الأمس غير عربة أتى عليها الصدأ وسكة حديدية كستها الأوساخ والأعشاب وإدارة مقبلة على السقوط. بل كل شيء موجود، يجوا بزوز ترانات، يجي رنفور ويجي سبيسيال الخدمة ياسر. البورتيك هذا يخلصوا عليه 280 في الشهر ومقصوص، الكابل أصل مقصوص وقلصوا الستاج 280 ألف. عربة رابضة على السكة الحديدية بمحطة القصرين لم تبارح مكانها منذ أكثر من شهر، فتوقفت الحركة وتراجعت العائدات ليفتح المجال للشاحنات لنقل البضائع. أعوان وزعوا على إدارات قطع عنها التيار الكهربائي لعدم قدرة الشركة على خلاص ديونها المتخلدة بذمتها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. تو في الصباح أنا هاي ضوء، وفي الليل عن الحارس متاع الليل يجي من آخر الدنيا مخلي صغار ويجي لهنا يخدم. تصوروا أنتم هذه كلها ظلمة،
هو قاعد يخدم لهنا ينجم يضرب ينجم يتبركز ينجم يدوخ ما يعلم به حتى حد. كان ثم خدمة، كان ثم سيركيلاسيون، كان ثم إفكتيف، كان ثم برشا حاجات، تو عمال تنقص بشوي بشوي بشوي. ما ثماش اجتهاد باش يرجعوا حرفاء، ما ثماش اجتهاد باش يحسنوا وضع السكة، ما ثماش اجتهاد باش يدخلوا فهمتني كذا عشان في المشاكل الموجودة في السكة. إشكالات قديمة متجددة للسكة الحديدية بالقصرين، إشكالات تعمقت منذ سنوات فازداد وضع السكك الحديدية تأزما، وسجلت مؤخرا دائرة القصرين استحواذا على أكثر من 7 هكتارات من الملك الحديدي العمومي. رأوا أنه ثم انتهاك كبير للملك العمومي الحديدي. الشركة قاعدة قائمة بواجبها وأكثر بالإمكانيات الموجودة. السلطة ما ريناش بصراحة، البلديات فهمتني ما هيش قاعدة معاونة. عندنا أراضي في السكة الحديدية في الليميت نتاعنا تم انتزاعها 1907، والشركة تتصرف فيها من الوقت هذاك لليوم نلقوها مسجلة. نتساءل كيف أمكنها يعني تسجيلها؟ إحياء السكة الحديدية بالقصرين مطلب رفعه الأعوان وأهالي القصرين على حد سواء بعيد الثورة، مطلب يتجدد سنويا وقد يتجدد معه الأمل خاصة مع الانطلاقية في إنجاز دراسة مشروع تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين عبر القلعة الخصبة من ولاية الكاف. يسيس اللي هو القلعة الخصبة القصرين اللي الدراسة بدأت تدوم عام ويمكن اللي ترافو فير 3 سنين، وعندنا دراسة أخرى هي إرجاع الخط رقم 11 ما بين القصرين وسوسة. التكلفة نتاع البروجي في الأوردر نتاع 500 مليار، إن شاء الله دراسة أولية باش تبدأ افون بروجي سومير في 2021 باش يكون يكمل، ونبدو في الدراسة لوتيود ديتايي يعني الدراسة الفنية الواحد نتاع لابيل دوفر واحد، وإن شاء الله القصرين ثم أفاق كبيرة جاية له. وسيحل قريبا بحسب المسؤولين إشكال قطع التيار الكهربائي على محطة السكة الحديدية بالقصرين في انتظار تفعيل مشروع إحياء السكة الحديدية وإعادة قطار نقل المسافرين. جرت اليوم عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية في 6 بلديات وخصصت للناخبين من الأمنيين والعسكريين لاختيار مجالس بلدية جديدة، وقد تراوحت نسبة الإقبال في هذه الانتخابات الجزئية بين 5 و11% حسب المعطيات الأولية على أن يقترع غدا عموم الناخبين. في ظل إقبال محتشم على صناديق الاقتراع بدأت اليوم الانتخابات البلدية الجزئية في 5 ولايات وخصصت للناخبين من العسكريين والأمنيين المسجلين بالدوائر الانتخابية المعنية على أن يقترع غدا عموم الناخبين. ويختار الناخبون مجالس جديدة لإدارة الشأن المحلي في كل من بلدية كسرى من ولاية سليانة والمرجة من ولاية الكاف وقرب من ولاية نابل وفسانة من ولاية القصرين والساحلين معتمر وزاوية قنطش التابعتين لولاية المنستير، فيما توقف مسار إجراء الانتخابات في بلدية شبيكة من ولاية القيروان إلى حين بت المحكمة الإدارية في دعوى قضائية. وفيما يخص الترشحات لهذه الانتخابات البلدية الجزئية فتعتبر حركة النهضة الحزب الوحيد الذي قدم قائمات انتخابية لينافس قائمات مستقلة في كل هذه البلديات التي تم حل مجالسها في الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي من السنة الحالية. وفي ظل تفشي فيروس كورونا تجري هذه الانتخابات الاستثنائية مع الحرص على تنفيذ البروتوكول الصحي إضافة إلى حملة تعقيم مراكز الاقتراع. ظاهرة حل المجالس البلدية والاستقالات علاوة على أنها أثرت على العمل البلدي وانتظارات المواطن لتغيير الواقع البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فإن إعادة الانتخابات تكلف الدولة ما بين 80 و200 دينار للناخب الواحد. في الشأن السياسي أعلن أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن المكتب السياسي للحزب أجل الحسم في موقفه من حكومة هشام المشيشي المقترحة مبقيا على مكتبه السياسي في حالة انعقاد إلى يوم الاثنين المقبل، كما أفاد المغزاوي لأخبار الوطنية بأن الحزب في انتظار تفاعل المشيشي مع المبادرة التي اقترحها.
الأفق غير واضح، فقدمنا مبادرة فيها خارطة الطريق لسنة أو لسنة ونصف، يمكن تصلح تكون التقاء وطني حولها، يمكن يكون ثم اتفاق وطني على إنجاز بعض النقاط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في غضون سنة أو سنة ونصف، وبعد نقيم ويأمن نمشيو الانتخابات مبكرة أو يستمر سي المشيشي أو نعمل حكومة سياسية. هذا احنا باش نتفاعلوا مع المستجدات هذه كله. قبلت مع سي المشيشي أمس وبلغت تحفظاتنا على الأسماء، بلغت تحفظاتنا على الهيكلة كذلك، لأن احنا ما فهمناش علاش تتنحى وزارة التشغيل، ما فهمناش وين التكوين المهني، ثم تحفظات على الاستقلالية، ثم تحفظات على الكفاءة، ثم تحفظات على اللخبطة اللي صارت، كمال الدوخ وكمال المزين وزير الثقافة وغيرها. نظمت جمعية اليافعون واليافعات على مدى 3 أيام مهرجان النزاهة، وتهدف هذه التظاهرة إلى دعم قدرات اليافعين واليافعات للمشاركة في مكافحة الفساد وإعلاء قيم النزاهة والشفافية. دعم قدرات اليافعين واليافعات في المشاركة في مكافحة الفساد وإعلاء قيم النزاهة والشفافية من أبرز أهداف هذه التظاهرة. حتى ظهر هذه يجي في اختتام مشروع يافعون ويافعات من أجل النزاهة. هذا المشروع اللي انطلق منذ شهر أكتوبر. المشروع هذا هو بالأساس شاركوا فيه 24 يافع ويافعة برلمانيين من 24 ولاية، وكذلك 24 مستشار بلدي. الفكرة على المشروع أنه نشر ثقافة النزاهة بالأساس في البلديات، ومن نتائج هذا المشروع أنه أول شيء إعداد ميثاق حوكمة حقوق الطفل اللي تبنيته 24 بلدية. جمعية عدو بلوس قامت بتجربة هي دراسة حول رؤية اليافعين واليافعات للفساد والقيم. دونك بالنسبة لنا نحن هي مقارنة بين المنشود بين الموجود، لنا أنه من خلال الدراسة هذه نجم نحدد استراتيجيات للتدخل فيما بعد في تحسين بيان سور كسوسوا استيعاب القيم ولا مكافحة الفساد بالنسبة لليافعين واليافعات. مشروع يافعون ويافعات من أجل النزاهة يهدف أيضا إلى تكوين مجموعات من الشبان في مجال رصد مدى مناصرة البلديات لحقوق الطفل وحرصها على حماية هذه الفئة، فضلا عن الدفع نحو إحداث مجالس بلدية للأطفال. مستفيدة من مشروع النزاهة، أنا قبل ما كنتش نجم نقف في البلدية متاعي نسأل رئيس البلدية والأعضاء، اليوم كيافعة نجمت ندخل البلدية طرحت عليهم مشاريع ونفذنا مشاريع في الجهة متاعنا في معتمدية شربان ولاية المهدية. مشروع النزاهة خلى أثر قوي برشا على شخصيتي على تكويني. تجربتنا كبلدية مع أدو بلوس هي تجربة رائدة، ما أحوجنا الجمعيات تعنى بالطفولة تعنى سيرتو باليافعين يافعات لعبرهم بين 14 و18 سنة. هذاك الهدف متاعنا ما فماش هو بيناتهم بين السلطة وبين الصغيرات هذوما، فما مشاريع تبنيت عليها. وقد أكد المشاركون في هذه التظاهرة على أهمية التكثيف من الدورات التدريبية لليافعين واليافعات في مجالات متعددة من أجل إعداد جيل متشبع بالقيم الإنسانية والنبيلة وفاعل ومؤثر في المجتمع. في الجوار الليبي قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي مساء أمس إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا مؤقتا عن العمل على خلفية ما قال إنها أحداث وقعت خلال مظاهرات سلمية شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس. وحسب قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فإن وزير الداخلية باشاغا سيجيب على تحقيق إداري حول تصريحاته بشأن هذه المظاهرات. أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس البلاد أصدر مرسوماً يلغي قانون مقاطعة المحتل الإسرائيلي ويسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين. وأضافت الوكالة أن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يأتي ضمن ما سمته جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع سلطات الاحتلال، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو التعاون المشترك والعلاقات الثنائية عبر تحفيز النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي. إلى أخبار الرياضة، ألحق النادي البنزرتي الذي يصارع من أجل البقاء الهزيمة بضيفه الاتحاد المنستيري في مستهل الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وذلك بهدفين لهدف. وكان ياسين كشوك منح التقدم للنادي البنزرتي من علامة الجزاء، ثم أدرك علي العمري التعادل للاتحاد المنستيري من تصويبة مباغتة في الدقيقة 89 قبل أن يمنح مروان الصحراوي هدف الفوز للمحلي من رأسية بعد دقيقة واحدة، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة. غادر بموجبها المركز الأخير رافعا رصيده إلى 19 نقطة. والهدف الثاني يتصدى للكرة هذه
ولكن قوة كرة. وبمعقله حمد العواني استعاد فريق شبيبة القيروان توازنه من خلال فوز ثمين استقر على ثنائية نظيفة على ضيفه نادي حمام لمث، رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر. وحملت ثنائية فريق الأغالبة توقيع كل من ياسين الصالحي من علامة الجزاء في الدقيقة 13 ومصعب ساسي في الدقيقة 84. وفي مواجهة أخرى حقق اتحاد تطاوين فوزا ساحقا بثلاثية مقابل هدف على نجم المتلوي الذي تجمد رصيده عند النقطة 21 في المركز 11 مقابل 23 نقطة لنجم المتلوي. وتستكمل باقي مباريات الجولة 23 غدا الأحد، حيث يستضيف مستقبل سليمان النادي الإفريقي، ويحتضن ملعب الطيب المهيري كلاسيكو النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، ويباري الملعب التونسي مضيفه اتحاد قردان، فيما يلاقي الترجي الرياضي هلال الشاب. في فقرة الأخبار الثقافية نتابع في التحقيق التالي مستجدات ملف نسخة درع حنبعل التي كانت تعرض في المتحف الأثري بصلقطة من ولاية المهدية، حيث أثار مصير نسخة الدرع التي تمت استعارتها من المتحف للمشاركة في معرض دولي بإسبانيا سنة 2013 أثارت جدلاً خلال الآونة الأخيرة. في هذا الصندوق الأثري الذي يعرض حاليا بالمتحف الأثري بزلقطة من ولاية المهدية، تم اكتشافه سنة 1909، يحتوي على درع أحد قادة الجيش يعود إلى الحروب البونية الأولى في نفس الحقبة التاريخية للقائد الأسطوري حنبعل. ومنذ تأسيس المتحف تم عرض نسخة من هذا الدرع. في الآونة الأخيرة جدل أثير حول مصير نسخة درع حنبعل الذي تم استعارته من المتحف ليشارك في معرض دولي بإسبانيا سنة 2013. وقع استعارتها باش تشارك في معرض بمدريد بإسبانيا، لأنها منك الوقت هذاك ما رجعتش. حبينا احنا نطالبوا عنا حملة سواء في داخل تونس أو خارج تونس رجع الدرع قصور السفير. النسخة اللي خرجت وتحطت القطعة الأصلية في القائمة الحمراء اللي هي معرضة للتلف في برد مخبية محفوظة في النورم الكل سيونتيفيك المعمول بها دوليا. وفقا للمعهد الوطني للتراث فإن النسخة هي مؤمنة بخزينة متحف قرطاج. رجعت في حالة تعرف تخرج من البلاد حسب البروتوكولات وكل شيء، تم حفظها في قرطاج خاطر صنعت في قرطاج كوبي وكانت معروضة في صلاقطة للعموم من الجص ومن مدهونة باللون أصفر من ذهب. النسخة هذه الأهمية متاعها أنها ولا تتحوض القطعة الأصلية نظرا لحالة الصيانة متاعها القطعة الأصلية، ولينا نحبذوا أنها ما عادش تخرج يعني في معارض والنسخة من الجص هذه. لكن نشطاء من المجتمع المدني يؤكدون من جهتهم أن النسخة التي كانت معروضة بصلاقطة ليست من مادة الجبس. يقولوا أن النسخة راهي كانت من الجبس، مش صحيح. أنا شخصيا رأيت النسخة من نحاس، وخاصة المدة الأخيرة عنا ناشط ومدون نزل صورة هي مأخوذة سنة 1992 من النحاس كانت موجودة في متحف صلاقطة. النسخ يمكن أن تكون من قصدير من نحاس ولا تدري ماذا، ولكن شنو الفائدة منها؟ ليست لها سوى فائدة تجارية ولا للعرض فقط. هذه الجزاذة التقنية لدرع حنبعل الذي تم استعارته وقتيا للمشاركة في معرض قرطاج الأسطورة الخالدة بإيطاليا، رغم أن القطعة الأصلية هي موجودة في القائمة الحمراء في متحف باردو. درع صلاقطة الدرع الأصلي موجود الآن في إيطاليا في إطار معرض دولي تشارك في تونس بواحدة 80 قطعة ونخرج بالطرق القانونية، وعندي الوثائق اللي نمدك بها من الآن بترخيص من السيد الوزير بالتزام باسترجاع. احنا تعرفوا اللي هو المفروض كان يسترجع في شهر نهاية شهر مارس بداية شهر أبريل، كان المفروض هذا وقت استرجاع، ولكن بالكونفينمون والحجر الصحي ما تمكناش باش نرسلوا مجموعة من أبناء المعهد الوطني للتراث. لذلك قضية النسق هذه كلها قضايا مفتعلة، وفي كثير الأحيان تنم عن عدم معرفة بالتراث. قاعدين بصدد التفاوض مع الجانب الإيطالي مع سعادة سفيرنا، إذا كان ثم إمكانية أنه يمشوا في ظرف 4-5 أيام يسترجعوا قطعنا، كان شيء القطع هي مؤمنة.
تساؤلات نشطاء المجتمع المدني تبقى مطروحة حول نسخة درع حنابال التي عرضت بسلقطة إلى حين عودة القطعة الأثرية المعروضة بإيطاليا إلى أرض الوطن، وتتم معاينتها تحت إشراف خبراء مختصين. ونختم بأجواء المهرجانات، فعلى ضفاف شاطئ البحر بسيدي عبد الله بمدينة الشابة من ولاية المهدية اختتمت فعاليات الدورة 9 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بتنظيم معرض ضم عديد الإبداعات الفنية. على ضفاف شاطئ سيدي عبد الله بمدينة الشابة من ولاية المهدية وتحت شعار الفن يساوي الحياة، اختتمت فعاليات الدورة 9 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بتنظيم عروض فنية جمعت بين تصاميم الأزياء المبتكرة ولوحات للرسم بمختلف أصنافه مع التصوير الفوتوغرافي إضافة إلى فن النحت. قاوموا بالفن وقاوموا لأجل الحياة، مشاركات عديدة، تقريبا 60 فنان يشاركوا في الدورة هذه. وهذه هي اسمها هوس زمن الكورونا، حابين نعطيو الهدية الكبيرة هذه زوز متر على متر فاصل 50 للهيئة تكريما للهيئة وتكريما للشابة والمهدية. فن النحت الذي ميز هذه الدورة جمع عددا من الأعمال لفنانين، منهم من هو أكاديمي ومنهم من هو عصامي، مثل الفنان عيسى الحمروني الذي قاده عشقه لهذا الفن إلى تكبد عناء السفر من جابس إلى الشابة على متن هذه الدراجة النارية. نعم، جيت على الدراجة النارية مغروم مصور، واللي غرمني وبي النحت هذا كنت حجر. المشاركة بتاعنا هي تتمثل في نحت على مد الخشب اللي هو خشب الزيتون، لأنه عنده خصوصية وخصوصية تشكيلية وخصوصية كذلك معناها من ناحية تقنية، فحاولنا باش يكون هناك تمازج ما بين التشخيصي والتجريدي. يعني الأطفال كان لهم أيضا نصيب في هذا المهرجان من خلال هذا العرض المائي في البحر أو من خلال بعض الورشات. رسمت رسمة تبع موضوع الفرح وكلكيتها، ومن بعد كي عاودت كلكيتها على اللوح، ومن بعد بديت في الحفر، ومن بعد كي عملنا التيراج وطبعناه وتحصلنا على هذا المهرجان الذي اختتم بتكريم ثلة من الأسماء التونسية. حرص منظموه أن يكون تقليدا سنويا يعنى بالفنون التشكيلية ويثمن دور الفنان في هذه المدينة الشابة المنفتحة على البحر وعلى الإبداع. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حالة وفاة بفيروس كورونا في سوسة والحامة، وازدياد حالات الشفاء بجابس، وتوجه نحو توسيع طاقة استيعاب المستشفى العسكري الميداني بالجهة. خدمات مصلحة ما بعد البيع في المحلات التجارية محل تشكيات المستهلك، ودعوة لتفعيل هذه الخدمات وتجويدها. إقبال ضعيف للأمنيين والعسكريين على مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية وسط إجراءات التوقي من كورونا، وغدا المدنيون يدلون بأصواتهم. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات قسم الأخبار، سهرة طيبة.